بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بزوار ومتتبعي القناة والمدونة. اليوم كما ترون فهذا جهاز سامسونج جالاكسي جي 76، يعني ريفيرنس جي 710. وكما ترون هذا مخطط خاص بدائرة الشحن ودائرة الداتا كما ترون هنا. إذن على بركة الله، كما ترون هذا هو الكونكتور الخاص بالشحن كما ترون، فهو يحتوي على هذه الأرجل كما ترون هنا، هذا الرجل الصغيرة ثم هذه الرجل الكبيرة وثلاث أرجل صغيرة ثم رجل كبيرة ثم رجل صغيرة. بالنسبة لهذه الرجل وهذه التي توجد هنا فهما بالنسبة للسالب، فهما موصلان بالسالب. أما الرجل التي ترون هنا رقم واحد فهي رجل الموجب، وكما ترون فهي تخرج من هنا ثم تذهب إلى هذا المكتف ثم إلى هذا المكتف الصغير. أما بالنسبة للرجل الثانية فكما ترون وكما هو مكتوب هنا فهي داتا موه، كما ترون USB داتا نيجاتيف. أما بالنسبة للرجل الرقم ثلاثة وهو الأخضر فهو USB داتا بوزيتيف، يعني داتا البوزيتيف. أما الرجل الرابعة فهي بالنسبة للآي دي، فهو آي دي. الآن كما ترون فهذه الأرجل فهي تخرج من هنا بالنسبة للموجب ويذهب إلى المكتف ثم إلى هذا المكتف ثم يذهب إلى أي سي الشحن. أما الرجل الثانية فهي تذهب إلى هنا، إلى هذه المقاومة التي توجد هنا كما ترون الآر 710. والرجل الثالثة فهي تذهب إلى المقاومة 710، نعم. أما الرجل الثالثة فهي تذهب إلى المقاومة 711. أما الرجل الرابعة سوف نقوم بتتبعها، هذه هما الخطوط، فهي تذهب كلها إلى أي سي الشحن كما ترون. إذن بالنسبة للآي دي فهو يأتي إلى هنا ثم يأتي إلى هذه المقاومة 7012 التي توجد هنا، ثم يخرج من هنا ويذهب إلى هنا ثم يدخل إلى أي سي الشحن. أما بالنسبة للبوزيتيف يعني الرجل الموجبة فهي تأتي إلى هنا كما ترون ثم تدخل إلى الشحن. الآن بعد دخول الشحن إلى أو التيار إلى الأي سي الشحن فهو يخرج من هذه النقطة ثم يمر على هذا المكتف ثم هذا المكتف إلى هذه المقاومة ثم إلى هنا ثم يذهب إلى الرجل الموجبة في البطارية كما ترون. هنا ثم هنا ثم يأتي إلى هنا كما رأينا ويأتي إلى الأي سي الشحن. أما بالنسبة للرجل الثانية للبطارية وهي هذه الرجل والخاصة بالبات أي دي، نعرف بأن الرجل الثالثة فهي خاصة بالسالب البات أي دي، سوف نتتبع، فهو يأتي إلى هذه النقاط الموجودة هنا، هذه المقاومة الآر 531، ثم يأتي هو كذلك من أي سي الشحن. وهنا كما ترون هذه الخطاط التي توضح ذلك. إذن كما سوف نقوم بعمل ريزومي يعني خلاصة، هناك أربعة أرجل أو خمسة أرجل في كونكتور الشحن. رجل أو رجلان هنا كما ترون، هذا الكونكتور فهو يحتوي على سبعة أرجل. هذه الرجل التي توجد هنا فهي لا تستعمل. إذن كما قلت فهو يحتوي على سبعة أرجل. الرجل التي توجد هنا بجانب الموجب فهي لا تشتغل، ليس لها أي دور. وهنا الموجب ثم هذين الرجلين فهما خاصة بالسالب. إذن الموجب
ثم داتا نيجاتيف داتا بوزيتيف اي دي ثم السالب. هذه الارجل فهي تتصل بمكتفات هنا كما ترون. هذه المكتفات يمكنكم تعويض اذا كان قطع في هذا المسارات، يمكنكم تعويض بهذه النقط التي توجد هنا. وهذه المسارات فهي تذهب الى اي سي الشحن كما ترون. هذا هو البوزيتيف اللون الاحمر، الداتا بوزيتيف هو اللون الاخضر، ثم هذا اللون هذا فهو بالنسبة للداتا نيجاتيف. أما هذا الفيولي أو الغوزي أو هذا اللون فهو خاص بالآي دي كما ترون. فهو يأتي إلى هنا وتخرج الشحنة الخاصة بالشحن من هنا وتذهب إلى ريش البطارية. أما بالنسبة للداتا فهي تخرج من هذه النقطتين ويتذهبان كما ترون USB A B داتا بوزيتيف وداتا نيجاتيف ويذهبان إلى البروسيسور.